ولأن الاستثمار الأجنبي أحد الأعمدة الرئيسة التي يستند عليها الاقتصاد المصري، ولإيمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهذا الأمر، لذا عقدت ورشتها حول الاستثمار الأجنبي ضمن فعاليات دعم الحوار الوطني من أجل بحث حلول حقيقية على أرض الواقع لتهيئة البيئات لجذب مزيد من المشروعات الاستثمارية الأجنبية. طب أنا علشان أجيب المستثمر الأجنبي إلى مصر لازم أننا أوفر البيئة أو البيئات، مجموعة من البيئات اللي تساعد المستثمر الأجنبي على الدخول إلى السوق المصري. الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة بتعتمد على وجود قوانين وتشريعات تكفل للمستثمر إيه؟ حوافز، إعفاءات جمركية وضريبية، ضمانات مخاطر التأمين ومصادرة الأموال، وحق المستثمر في تحويل أمواله إلى بلده. وللحفاظ على تاريخ طويل من الاستفادة للمستثمرين الأجانب في مصر، خرجت التنسيقية بعدة توصيات تحرص على تقديم حوافز مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الأفكار الشبابية. مفيش مستثمر حقيقي دخل البلد دي غير وحقق أرباح كويسة جداً في كل قطاعاتها، يعني كل القطاعات تقريباً بتحقق عوائد وطفرات كويسة جداً وبيشيد بها دايماً المستثمرين وعايزين يكملوا. لم تغفل الورشة القضاء على معوقات الاستثمار، لذا اهتمت أيضاً بصناعة المكونات وتحديث الخريطة الاستثمارية وتوحيد جهة الولاية والقضاء على البيروقراطية، إضافة لمواجهة المشكلة في المنطقة الحرة لإعادة التصدير وتهيئة البيئة التشريعية، مع مراجعة العديد من القوانين الخاصة بالضرائب والتأمينات من أجل مستقبل واعد للاستثمار الأجنبي في مصر.